أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت بسبب القنابل الصوتية والغازية إصابة 40 متظاهرا في ساحة التحرير بجروح وحالات اختناق. في كتابات العراقيون يحتفلون بوحدتهم والملايين في الشوارع والساحات. في القدس العربي محتجون عراقيون يهاجمون منزل أمين عام مجلس الوزراء ومنازل لأعضاء في البرلمان. في العربة اللندنية ضوء أخضر لقوات مكافحة الإرهاب لقمع المحتجين في ساحة التحرير. في الزمان طلبة بغداد والمحافظات يتحدون التحذيرات ويلتحقون بالمتظاهرين. في البصائر قلق دولي من العنف الحكومي ضد متظاهري العراق. وفي العربي الجديد العامري يقبل دعوة الصدر لإقالة عبد المهدي والآلاف يتظاهرون بساحات التحرير. أهلا بكم. التغيير المطلوب اليوم يجب أن يأتي من القاعدة التي عرفت الظلم والاضطهاد وقمع الحريات والفقر والعوز، لأنها الوحيدة القادرة على تحديد أطر التغيير وجوهره وفق مصالحها التي هي مصالح عامة المجتمع. عن ثورة تغيير في العراق وانتفاضة تشرين كتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. عودة السيادة واستقلالية القرار العراقي والتخلص من التبعية الإقليمية والدولية أيا كان شكلها ومصدرها، لذلك بات أمل الشعب العراقي معقود على انطلاقة هذه الجموع الشبابية بهذا الفهم الجديد، والتي هي وحدها القادرة على تمزيق هذا النظام البائس، وهي وحدها من يعيد عجلة العراق للسير على الطريق الصحيح. لقد عاش هذا الجيل في كنف نظام سياسي طائفي دموي متهرئ لم يقدم لهم أي فرصة لتحقيق الذات وصهرها في الذات الجمعية للمجتمع، كما لم يسمح لهم بوضع أقدامهم على الطريق الصحيح لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. بدل ذلك حاول جاهدا خلال 16 سنة أن يحنط عقولهم وأن يدغدغ غرائزهم القومية والدينية والطائفية في سبيل أن يحظى بالقبول والرضا، كي يستمر مسلسل السرقات والفساد والإثراء على حساب مستقبلهم. وكان في كل فرصة احتجاج واعتراض شعبي يلوك حديثا بائسا عن الإصلاح السياسي الذي في حقيقته لا يخدم إلا مصالح الطبقة السياسية ولا يتعامل مع التحديات الحقيقية التي تواجه البلد. وإذا كانت السلطات قد سارعت لإعلان نتائج التحقيق في حوادث القتل التي تعرض لها الشباب المنتفضون السلميون، وبرر ذلك بفقدان السيطرة من قبل القادة على قواتهم كما قال البيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي، وأنها أوصت بإحالة ملف التحقيق إلى القضاء، فإن كل ذلك يجب ألا يثني أحدا على السير إلى الأمام في الطريق الجديد، فالحذر واجب من تنازلات وليونة سلطوية لشراء المزيد من الوقت بغية إبقاء العملية السياسية على قيد الحياة ونزع فتيل الانتفاضة الجماهيرية العفوية. العراق بحاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة وثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وهذه لن تتحقق في ظل حكم دمى سياسية وزعامات ميليشياوية مسلحة، فالانتقال به من دولة فاشلة إلى دولة تقف على خط الشروع لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية وتوفير الحياة الحرة الكريمة في ظل نظام وطني كامل الاستقلالية والسيادة يحققها رجال دولة حقيقيون. يفاجأ العراقيون يوميا بأن الفيلم الذي تعرضه الحكومة عليهم سبق لهم وأن شاهدوه عشرات المرات، وسواء تغير الديكور أو الأشخاص فإن الجميع يعرف البداية والنهاية ويحفظ فقرات الفيلم عن ظهر قلب.
عن محاولات فض اعتصام التحرير، كتب علي حسين. ويحسب من يعيدون عرض هذه الأفلام القديمة أنهم يخدعون الجمهور حين يقولون لهم إن ما سيشاهدونه في الإعادة إنتاج جديد، فلا تغيير في السيناريو ولا الحوار، كما أن أماكن التصوير هي ذاتها في كل العروض السابقة، فضلاً عن أن جهة الإنتاج واحدة والمخرج نفسه. إذا ما الجديد حين يخرج علينا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف ليقول إن المعتصمين في المطعم التركي قاموا بإلقاء 1000 قذيفة مولوتوف ضد القوات الأمنية على جسر الجمهورية؟ الجديد فقط هو التوقيت الذي قرر فيه عبد الكريم خلف عرض فيلمه إلى الجمهور، فقبل عام من هذا التاريخ كان عبد الكريم خلف يطالب المتظاهرين بانتفاضة كبرى داخل المنطقة الخضراء، وحذر في 14 من تموز مع عام 2018 من أن التظاهرات لن تنتهي حتى يتم طرد جميع الفاسدين، ولأن نص الفيلم الذي تعرضه علينا الحكومة كل يوم لم يتغير، فإنما سيخرج من تصريحات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأكاذيب، وهكذا دوائر وحلقات لا تنتهي من الخطب والبيانات واللقطات الكاذب منها والمزيف. وطالما تعتقد الحكومة أن العراقيين أسرى لديها ومن حقها في أي لحظة أن تصول عليهم صولة رجل واحد مثل ما حدث في كربلاء، وبدلا من أن يستنكر الناطق هجوم قوات سوات على المعتصمين أخبرنا وهو يبتسم: اطمئنوا، لا شيء حدث، فقط الجرحى 143 جريحا، أما القتلى فهم واحد فقط، فلماذا تشغلون أنفسكم؟ إنه قتيل واحد يا جماعة. هكذا تحول موضوع خطير ومصيري في حياة العراقيين، وأعني به قتل المعتصمين، إلى مجرد مهرجان غير منظم لتصريحات تفتقر إلى العقلانية والموضوعية. لا أتصور أن أي عاقل يمكن أن يقرأ تصريحات عبد الكريم خلف التي أطلقها أمس دون أن يضرب كفا بكف مقابل هذه القدرة العجيبة على خداع الذات قبل الآخرين. ولو قررنا إلغاء العقل والمنطق وصدقنا بيانات عبد الكريم خلف التي ظل يلقيها علينا خلال الأيام الماضية، وهي أيام السعد بالنسبة إليه بعد أن عين ناطقا للقائد العام للقوات المسلحة، وراجعنا حساب البيانات المتناقضة والمضحكة، فسنكتشف حتما أن العراقيين لديهم قدرة عجيبة على تحمل مثل هذه الكائنات. رحم الله الكاتب والصحفي الكبير الراحل محمد حسن هيكل. هذه العبارة بدأها كاتب هذا المقال في صحيفة الزمان، ويتابع عن هيكل: إنه القائل: لا توجد في العراق دولة، إنما مجموعة لصوص سيطروا على كنز ويتصارعون على حصصهم في الغنيمة. ونضيف، أي الكاتب يقول، ونضيف إلى هيكل: وإن الشريف والنزيه بينهم محاصر ومهمش ومجرد من أي قرار. مقال للكاتب هاشم حسن التميمي في صحيفة الزمان العراقية. ورحم الله المتنبي وهو يردد وكأنه يعاتب السيد الحلبوسي ونوابه: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم. نعم، بعد أن تكرش النواب والرئاسات والهيئات والمفوضيات والوزراء والسفراء والدرجات الخاصة والمستشارون وأصحاب الامتيازات الاستثنائية بقرارات العدالة الانتقالية في هذا الوقت الذي نهب المال العام وبالقوانين التي شرعوها لأنفسهم، وهم يعلمون أن هذا الرفاه منتزع من أفواه العراقيين، وصدق النائب الصيادي حين قال: سرقنا أولا جلود الناس ثم أكلنا لحمهم وحلموا أن نترك لهم العظام وسرقناها أيضا. ويعترف ويعلن مشعان الجبور علنا: كلنا لصوص، المعمم والأفندي وصاحب العقال والشروال،
ويقصد طبعا ما يدعون تمثيل المكونات من مكرسي المحاصصة. ونحن اليوم أمام مشهد مشرف لشباب العراق الذين انتفضوا في ثورة سلمية طرزتها دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا صرعى برصاص الإرهاب الحكومي وميليشياته. وبعد أن أدرك مصاصو دماء الشعب حجم جريمتهم خرجوا على الناس بوعود للإصلاح، لكن خبراء القانون فضحوا هذه المسرحية الكوميدية الهادفة لامتصاص غضب الشارع العراقي وعزمه لتغيير النظام السياسي الفاسد بتعديل الدستور وإلغاء أشكال التمايز. وأخيرا نقول إن الطبقة السياسية فقد شرعيتها بعد إراقة دماء الأبرياء والتمادي بالعنف والفساد. الشعب يريد نظاما جديدا بدستور منقح يقره الشعب ذاته من أجل إرساء العدالة والحكم المدني، مع إلغاء القانون أو مع إلغاء لقانون الانتخابات وإلغاء قانون الأحزاب ومنع تأسيس حزب على أساس قومي للجنوح إلى العنصرية ونبذ الأحزاب الدينية، فهي تعبير عن الطائفية. المطلوب الآن وطن حر متمدن ببرلمانه وأحزابه ومنظماته ونقاباته. يعيش المشروع الإيراني في أسوأ حالاته، وهو يواجه ثورات الحرية في أكثر من عاصمة عربية. هو اليوم في مواجهة الشعبين العراقي واللبناني. مقال للكاتب برهان غليون. ما حصل في العراق مع عمليات قمع وقنص وهجوم على المتظاهرين من شبيحة النظام لا يمكن ألا يذكر بما حصل في سوريا من قبل، ومنذ الأيام الأولى مع عمليات قنص وتفجيرات دموية، وهذا ما تنطوي عليه أيضا تهديدات حسن نصر الله الذي أعطى لنفسه مركز المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية على منوال علي خامنئي في طهران. يرجع الصلف الذي يتميز به سلوك السلطات العميقة في بغداد وبيروت تماما كما كان عليه الحال في دمشق في بداية هذا العقد إلى سببين رئيسيين. الأول ثقة النخب السياسية الحاكمة بفعالية نظامها الأمني والطائفي وقوة هيمنتها وسيطرتها على شعوبها ماديا وأيديولوجيا، ورسوخ اعتقادها بأن تمثيلها جماعاتها الأهلية يتجسد في انتزاعها حصة أكبر في المناصب الحكومية لها ولأنصارها وحاشيتها المقربة، ولا يترتب عليها أي مسؤولية عمومية، ولا يمكن لطبقة عاشت على اقتسام المنافع والموارد الوطنية وتربت على الفساد ولم ترى في الدولة سوى بقرة حلوب تعمل لحسابها أن تتحول إلى طبقة سياسية وطنية تشعر بالمسؤولية عن مصير الشعب وتجعل من تحسين شروط حياته وتأمين مصالحه والدفاع عن موارده وسيادته مركز اهتمامها والبند الأساسي في جدول أعمالها. ترسيخ الطائفية وتوزيع المكاسب والمنافع على زعماء الطوائف، هذه هي السياسة الوحيدة الممكنة في نظر هؤلاء، وهذا هو الأمر الطبيعي والصحيح أيضا. هكذا كما أعلنت الحكومة العراقية ضرورة وقف الاحتجاجات بأي ثمن، وبدأت باستخدام القوة قبل مرور أسبوع على المظاهرات الشعبية. قبل كل هذا أعلن السيد حامل مفتاح سيادة لبنان ومجسدها زعيم حزب الله، أعلن أنه لن يسمح للبنانيين بتغيير الحكومة ولا بإسقاط العهد. راكمت القوى الدولية وأجهزة استخباراتها المحترفة خبرة طويلة في تنويع أدوات الضغط والتغيير والتأثير على الدول الأقل منها قوة واستقلالية. ومن تلك الأدوات افتعال الفوضى وصناعة الرموز وتحريك قطاعات شعبية وما شابه، ولا يخلو التاريخ الحديث والجاري من أمثلة على ذلك. عن الثورات العربية كتب ساري عرابي في عربي 21. خطاب السفارات واتهام كل حالة شعبية واسعة معارضة للأمر الواقع في بلادنا بأنها صنيعة لقوى دولية وإقليمية لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما يستبطن بالإضافة إلى ذلك نفي الآدمية عن الناس
أي إنكار احتياجاتهم الإنسانية التي قد تدفعهم للتمرد على الأوضاع القائمة، حتى لو أفضى تمردهم إلى خلخلة الاستقرار والدخول في حالة من الفوضى. فلا شك أن المتظاهرين في العراق ولبنان لا تغيب عنهم مآلات أحداث بدأت مشابهة في سوريا واليمن وليبيا وغيرها، وهم بالتأكيد لا يطلبون تلك المآلات، لكنهم في الوقت نفسه يدركون أن عفن الواقع المستقر وفساده أكثر شرا من حالة ديناميكية تجعل من احتمالات التغيير أوسع، حتى وإن لم تخلو من احتمالات الفوضى وافتقرت لليقين المستقبلي. خروج الجماهير وهي تعي هذه الاحتمالات وبين يدها من قبل تجارب مرة يعني أنها تشخص معاناتها في الدولة والنظام القائم، وإلا لما غامرت بالاستقرار لصالح المحاولة على تعدد احتمالاتها. هذا الموقف المترعم بالأساس تجاه الدولة والنظام والقوى الفاعلة التي التحقت بالنظام التقليدي كبعض قوى المقاومة التي وضعت نفسها في مقابل الجماهير، هذا الموقف ناجم عن إنكار الفاعلين لآدميتها وامتهانها واحتقارها. الدولة العربية دولة ما بعد الحرب العالمية الأولى راكمت كل الأسباب الممكنة الداعية للخروج عليها، يقول الكاتب. الآن إلى المقال الأخير المتوفر معنا ومنشور في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه موجة الاحتجاجات العارمة في العراق والإصرار الشعبي على التمادي فيها رغم القمع الدامي للمحتجين من قبل القوات النظامية والميليشيات المسلحة، وضعت نظام الأحزاب الشيعية أمام مأزق غير مسبوق وجعلت سقوطه أمرا مطروحا يعيه القائمون على النظام والمستفيدون منه الذين شرعوا بالفعل في تنسيق جهودهم لمحاولة إنقاذه. تقرير منشور في صحيفة العرب اللندنية نتابع. ورأى متابعون للشأن العراقي أن الرجل بصدد محاولة فرض نفسه مجددا كحل لمشكلة هو جزء منها في نظر المحتجين أنفسهم، والذين لم يعودوا يفرقون بين جميع المشاركين في العملية السياسية بغض النظر عن صفاتهم وأدوارهم ومستوى مشاركتهم في النظام القائم منذ 16 سنة. وتوقعت مصادر أن يكون الصدر قد ناقش في طهران خطة عاجلة لتسلم زمام قيادة الشارع استعدادا لتولي زمام السلطة بعد التضحية بحكومة عبد المهدي. ومثلت الأحداث الدامية في مدينة كربلاء ذات القدسية الخاصة لدى الطائفة الشيعية والقمع الشديد الذي واجهت به السلطات المحتجين هناك منعطفا مفصليا في الأحداث الجارية بالعراق، حيث اعتبرت بمثابة طلاق نهائي بين النظام القائم في البلد بقيادة الأحزاب الشيعية وما كان يعتبر حاضنة شعبية لذلك النظام. واعتبر مراقبون وصول الحركة الاحتجاجية إلى هذا المستوى من الغضب في كربلاء دليلا على التمرد الشيعي ضد المؤسسة الدينية التي تستمد العملية السياسية في العراق شرعيتها منها. سياسيا، خرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن صمته الذي استمر أياما في مواجهة ضغوط كبيرة يمارسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يطالب بالاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، يقول الكاتب أيضا. إذن كان ما سبق مقال نشرته صحيفة العرب اللندنية، والآن إلى الخبر المنوّل الذي اخترناه لكم وجاء فيه: تشير أثر أقدام الديناصورات الموجودة في العديد من الدول الأوروبية والتي تشبه إلى حد كبير تلك التي عثر عليها في المغرب إلى أن هذه الكائنات كانت تنتقل أو تتنقل بين القارتين عبر بحر ضحل كان يفصل بينهما قبل أكثر من 145 مليون عام. في تلك الحقبة من التاريخ البعيد عند نهاية العصر الجوراسي لم تكن قارات العالم في موقعها الذي نعرفه اليوم، فنتيجة لذلك أو نتيجة لتجزؤ قارة بانجيا العملاقة كانت البلدان التي تشكل الآن قارة أوروبا جزءا من أرخبيل محاط ببحر ضحل ينتمي
لقارة لوراسيا التي ضمت أجزاء من آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية، وتقع في جنوب الأرخبيل شبه الجزيرة الأيبيرية بمحاذاة قارة أخرى تسمى غوندوانا. وتضم إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. ويعتقد العلماء أن الحيوانات المفترسة الكبيرة استوطنت أجزاء مختلفة من هذه الأراضي، وذلك بعد العثور على أثرها في قارات مختلفة. إلى الكاريكاتير. ختام الصدى لهذا اليوم، دمتم وإلى اللقاء.